هاي المهنة قديمة، هاي صار لها 300 سنة. الجداد اللي كانوا يشتغلون بها، كانوا يشتغلون جاجير، بساط، وعبا، شواريك مال النسوان عادي يعني أبيض. هذا سابقا التسويق ماله قسم منه الأهالي، قسم منه يعني كنا نسوي في الموصل أسواق، أسواق عالمية، بساط ما بساط، عبا، هذه كلها بالموصل كانت. كانوا يقولوا لي بابا لا تروح، احنا ما قلنا انتوا لكم شغلكم وانا لي شغلي، انتوا هذه ان شاء الله ما تخصكم. اقول لهم انا خلي انا اضحي